15 يونيو 1959 بعد نجاح الثورة الكوبية، قرر المناضل الشهير اللي اسمه انتشر في كل أنحاء العالم جيفارا الذهاب لمصر في زيارة امتدت ل 15 يوم كاملة. الزيارة اللي خرج عنها اللقاء الشهير مع جمال عبد الناصر الذي كان تحديدا في 29 يونيو 1959. احتشد مطار هافانا بكبار رجال حكومة كوبا ورجال الصحافة لتوجيه أول بعثات رسمية توفدها حكومة كوبا بعد ثورتها إلى بلد عربي استتبت أموره في يد أبنائه. استقبل الرئيس جمال عبد الناصر في القصر الجمهوري بالقبة القائد أرنستو جيفارا مبعوث رئيس حكومة كوبا عند وصوله إلى القاهرة في زيارة رسمية للجمهورية العربية المتحدة. فرحب الرئيس بالقائد وهنأه بسلامة الوصول. وبعد انتهاء المقابلة أهدى الرئيس للقائد جيفارا وأعضاء البعثة الرسمية الأوسمة التي أنعمت بها عليهم حكومة الجمهورية العربية المتحدة بمناسبة هذه الزيارة. احتشد مطار هافانا بكبار رجال حكومة كوبا ورجال الصحافة. سيبك من البروباجندا وبيع اللقطة، كان في جزء مهم في تلك الزيارة اللي امتدت ل 15 يوم لم يتم على الإطلاق إبرازه في مصر. إيه الجزء المهم ده؟ هو لقاء جيفارا بالمناضل المغربي محمد عبد الكريم الخطابي. محمد عبد الكريم الخطابي كان يبلغ من العمر وقتها 67 سنة. محمد عبد الكريم الخطابي هو بطل حكايتنا الأولى من التاريخ. جيفارا التقى بمحمد عبد الكريم الخطابي وقال جملته التاريخية: أيها الأمير. هذه الجملة اللي خلت القصة كلها تدفن، قصة لقاء الخطابي بجيفارا لم تبرزها وسائل الإعلام المصرية، لا وسائل الإعلام العربية، يعني مصر كانت تشكل 90% من الإعلام العربي إن لم يكن أكتر من ده يعني. فدفنت الحكاية لأن جيفارا قال لمحمد عبد الكريم الخطابي: أيها الأمير، أتيت خصيصا لكي أتعلم منك. فطبعا ما كانش جاي يتعلم من عبد الناصر، فطبعا ده شيء قاتل جدا. فدفنت هذه القصة. جيفارا مش بس هو لم يكن الوحيد الذي تحدث عن الخطابي. السؤال اللي أعتقد الاستهلال المطلوبة في البداية، نعرف حضراتكم جميعا في كل أنحاء العالم مش بس في المغرب بهذا البطل محمد عبد الكريم الخطابي. مين هو وإيه اللي وده مصر وإيه اللي يخلي جيفارا يقول له أنا جاي مخصوص من آخر العالم من كوبا عشان أتعلم منك أنت، وإيه اللي جيفارا كان بيحاول يتعلمه من الخطابي؟ تعال نشوف استهلالة عن قصة الخطابي اللي ولد سنة 1882 في مدينة أغادير المغربية في الشمال من المغرب العزيزة والغالية، ووالده كان قاضي وزعيم قبيلة بني وريغل، أتمنى أكون منطقة صح، بني وريغل. محمد عبد الكريم حفظ القرآن من هو صغير، درس العلوم الشرعية واللغوية في جامعة القرويين بمدينة فاس، وكان بيتميز منذ الصغر بحبه للثقافة، درس اللغة الأسبانية، اشتغل كمدرس ثم قاضي وصحفي في جريدة تلغراف الريف. في الوقت اللي اتولد فيه الخطابي تزامن ده، كل واحد بيبقى ليه يا جماعة في الحياة هدف أو سبب بعد عبادة الله عز وجل ربنا خلقه عشانه، قد لا يعلمه في يوم في ليلة بعد سنة بعد عشرة، لكن بيبان مع الوقت. في الوقت اللي اتولد فيه الخطابي تزامن ده مع بدء الاحتلال الفرنسي والأسباني ودخولهم المغرب. مغرب غني عن البيان كانت محطة أطماع الدول الغربية. الاحتلال ده كان احتلال توحش في رغبته في ضم الأراضي نتيجة اتفاق استعماري وقعته فرنسا وأسبانيا وإنجلترا سنة 1904. ثلاثة أسبانيا وإنجلترا وفرنسا قعدوا وقرروا على الخريطة يتقاسموا احتلال عدد من الدول العربية، كان من ضمن اتفاق بينص على تقاسم أسبانيا وفرنسا
إلى الأراضي المغربية. على إثر هذا الاتفاق اللي رفضته المغرب وعرضته ألبانيا وقتها، اجتاح الفرنسيين والأسبانيين اجتاح الفرنسيون والأسبانيون المغرب سنة 1907. فرنسا اتجهت باتجاه الدار البيضاء، وأسبانيا دخلت من الشمال من سبتة ومليلة، الجزرتين المحتلين دلوقتي. أمام هذا الاجتياح كانوا الأراضي سبتة ومليلة، أمام هذا الاجتياح الشعب المغربي قاوم، غضب شعبي كبير. هذا الغضب الشعبي الكبير رحل على إثره ملك المغرب السلطان عبد العزيز، وجاء من بعده السلطان عبد الحفيظ، واللي تعهد أمام شعبه بالمقاومة وعدم قبول الاحتلال الفرنسي الأسباني إلى أن يموت. لكنه في النهاية ما قدرش يصمد أمام قوة الدولتين، واضطر يوقع اتفاقية فاس سنة 1912 اللي وافق فيها على الحماية الفرنسية وعلى سيطرة فرنسا وأسبانيا على المغرب. اتفاقية دي كانت 1912، الراجل تعهد لشعبه لكنه ما قدرش. فرنسا وأسبانيا بتلك الاتفاقية تقسموا بقى مناطق سيطرتهم في المغرب الغالية والحبيبة بهذا الشكل الموجود على الخريطة، مناطق الأسبانية باللون ده ومناطق الفرنسية باللون ده. تم التقاسم كده، قسموا المغرب يعني بالنص ما بينهم. فرنسا خدت مراكش وفاس ووجدة وفجيج، وأسبانيا خدت السمارة وطنطان وطرفايا والعيون وبجدور والدخلة وأسرت. رغم إجبار الاحتلال الفرنسي والأسباني، إجباره للسلطة المغربية إنها تعترف بيه، لكن المقاومة الشعبية ظلت تتصاعد. كان بيقود المقاومة الشعبية دي في الأول الشريف أحمد الريسوني في إقليم جبالة، وللحقيقة ثورته في إقليم جبالة تحتاج قصة لوحدها. كانت قصة يعني رائعة من قصص المقاومة والبطولة. كان في مقاومة أخرى بيقودها محمد مزيان في ريف المغرب، لكنه توفي رحمة الله عليه سنة 1912 وقت توقيع الاتفاقية اللي أجبر عليها النظام المغربي. ظل الشعب المغربي يقاوم الاحتلال بكل ما أوتي من قوة. مع دخول الحرب العالمية الأولى سنة 1914 فضل الأمل في الصدور أن يتحصل الشعب المغربي على استقلاله قدام الوعود اللي كان بتقدمها الدول الاستعمارية. يعني إيه؟ استنوا بس تخلص الحرب وإحنا إن شاء الله نمشي من عندكم تاخدوا استقلالكم. انتهت الحرب العالمية الأولى سنة 1912، واللي انتصر فيها دول الحلفاء، وتبخرت هذه الوعود تماما. قوى الاحتلال تنصلت من الوعود. هنا اجتمع الشيخ عبد الكريم الخطابي مع شقيقه عبد السلام الخطابي ومع أولاده. تحية لعيلة الخطابي تما، تحية للخطابي ونسل الخطابي وعيلتهم كلها. اجتمع عبد الكريم الخطابي مع عبد السلام الخطابي ومعهم أولادهم، كان منهم محمد بطل حكايتنا. كانوا بيعيشوا في مدينة مليلة، وكان بيعمل كقاضي وصحفي هناك. العيلة قررت انها تبدأ فصل جديد من المقاومة. الاحتلال بيتنصل من وعوده. انطلق محمد عبد الكريم الخطابي الأغادير عشان أغادير بتتنطق بالجيم والغين ليتحرك للمقاومة.
وقرروا ان هم يوجهوا انذار شديد اللهجة الاسبانية اللي كانت بتحتل المنطقة اللي بيعيشوا فيها. الانذار وجهوه باسم القبيلة بيطلبوهم فيها بالتراجع عن السياسة الاستعمارية. اسبانيا عملت ودن من طين وودن من عجين واستهانت بهؤلاء وبإنذارهم وما ادت لهمش اي اهتمام ولا اي استجابة. كانت العيلة متوقعة كده، القبيلة متوقعة كده، قرروا التحرك لبدء ثورة بقى ضد الاحتلال الاسباني. اسسوا وقتها مركز المجاهدين من ابناء القبيلة، عليهم كلهم الف سلام وتحية. الشيخ عبد الكريم ابو محمد اسبانيا حاولت تستميله، تلعب معاه لعبة سيف المعز وذهبه، لكنه رحمة الله عليه رفض وظل متمسكا بالرفض وانه يخضع او يلقي السلاح لحد ما توفي سنة 1920. الشيخ عبد الكريم توفي وهو بيوصي ولاده انهم يستمروا في مقاومة الاحتلال. اكتر المتحمسين كان ابنه محمد عبد الكريم الخطابي قاد القبيلة في قصة المقاومة. وبدأ محمد عبد الكريم الخطابي مرحلة جديدة في المقاومة. كان عارف محمد عبد الكريم انه مش هينفع يقاوم اسبانيا لوحده او بقبيلته. عندهم اصرار، نظروا ارواحهم لله عز وجل ثم لوطنهم ان هم يحرروا المغرب، لكن كان هو مدرك تماما ان قوة القبيلة ليست كافية لوحدها للقيام بتلك الثورة وتلك المقاومة. بدأ يتحرك محمد عبد الكريم الخطابي لضم القبائل تانية معاه للمقاومة. محمد كان ربنا وهبه مزايا ساعدته في جمع الناس. من أهم تلك المزايا اللي وثقت في أكتر من مصدر إنه عرف عنه العدل، لأنه كان شغال قاضي. وصفة العدل دي بتعمل ليك عند الناس فوق في ناهيك عن السماوات. العدل ده بيعمل ليك مكانة في النفوس لا تضاهيها أي مكان. محمد عبد الكريم الخطابي لما كان شغال قاضي كان مش يشتهر بالعدل. ناس تيجي تروح تحاكم قدامه تبقى مطمنة. كان رجلا عدلا ومثقف ومتدين وحافظ للقرآن ومفوه، وده شيء مهم جدا، ربنا رزقه الفم المفوه ويجيد الحديث جيدا ويجيد استخدام مفردات الكلمات ومعاني اللغة العربية، وربنا وهبه خطابا مقنعا للجماهير. بدأ محمد كريم الخطابي بعد وفاة أبوه خريف 1922 لسنة 1921 سنة كاملة بيستعد، وأعدوا لهم، بيستعد يلف فيها على القبائل التانية ويلقي محاضرات ويجتمع بالناس ويعمل ندوات عشان يقنع القبائل إنها تتوحد في مقاومة شعبية ضد المحتلين الأسبان والفرنسيين. الخطاب اللي كان بيحمله محمد او بيوجهه محمد عبد الكريم الخطابي كان يحمل وعظ وطني وديني، فلامس نفوس كثيرا من ابناء القبائل، لان الخطاب بتاع الخطابي خاطب ضمائرهم ووعيهم ودعا القبائل وافرادها ان هم ينسوا اي عداوه ما بينهم. تعرف قبائل دايما بيبقى فيهم حساسيات، فيهم ده غر على ده عمل في ده، فقال لهم ان ده مش وقت ابدا اي خلافات، يجب ان نتوحد، نوحد جهودنا في هذه القضيه المصيريه وهي نيل الحريه. الخطاب اللي كان بيحمله محمد عبد الكريم الخطابي لقى صدى كبير داخل نفوس القبائل والشعب المغربي، بل ان كلمات الخطابي اخذ صداها يتردد في الوطن العربي وقتها، واصبحت
هناك جمل لمحمد عبد الكريم الخطابي أصبحت شعارات تستخدم في مواجهة الاحتلال في دول أخرى. حاجة كده لا تقل عن جيفارا، جيفارا بتاعنا محمد عبد الكريم الخطابي، جيفارا بتاعنا بتاعنا من طين الأمة دي. تعال نشوف بعض تلك الجمل اللي بزعم انك ستشعر وانت بتسمعها او بتشوفها بنعرض عليك دلوقتي انك سمعتها في يوم من الايام، وهي اقوال لمؤسس المجاهدين في المغرب محمد عبد الكريم الخطابي. تلك الاقوال: ايها الامير، لقد اتيت الى القاهرة خصيصا لكي اتعلم منك. هذا ما قاله تشي جيفارا الثار الشيوعي للشيخ محمد عبد الكريم الخطابي الذي نفي من المغرب إلى القاهرة إثر مقاومته للاحتلال الأسباني لبلاده. زاره تشي جيفارا كي يتعلم منه فن حرب العصابات باعتباره أول من ابتكر فن حرب العصابات، واستخدمه الأمير محمد الخطابي مؤسس إمارة الريف الإسلامية بالمغرب، وليس تشي جيفارا كما يعتقد البعض. أقوال الخطابي اتخذها الثائرون حول العالم ملهمة لهم، فمن أقواله: الحرية حق مشاع لبني الإنسان وغاصبها مجرم. لا أدري بأي منطق يستنكرون استعباد الفرد ويستسيغون استعباد الشعوب. إذا كانت لنا غاية في هذه الدنيا فهي أن يعيش كافة البشر مهما كانت عقائدهم وأديانهم وأجناسهم في سلام وإخوة. ليس هناك نجاح أو فشل، انتصار أو هزيمة، بل شيء اسمه الواجب، وأنا قمت به قدر استطاعتي. أنا لا أريد أن أكون أميرا ولا حاكما، فقط أريد أن أكون حرا في بلدي. الكفاح الحقيقي هو الذي ينبثق من وجدان الشعب لأنه لا يتوقف حتى النصر. بعد نجاح المرحلة الأولى بفضل الله، سنة كانت مرهقة جدا لمحمد عبد الكريم الخطابي في تجميع الناس والقبائل حول خطابه، بدأ بقى في الخطوات الأولى للمقاومة 1921. أول مؤتمر بقى شعبي عام، كان هو بيروح بقى للقبيلة دي وللقبيلة دي ويقعد مع دول ويقعد مع دول ودول. أول مؤتمر تم توثيقه لمحمد عبد الكريم الخطابي في توحيد القبائل وتوحيد المقاومة، وحضروا أغلب مشايخ القبائل، هو مؤتمر أمزرون، عقد تحديدا في 21 فبراير 1921. أتمنى أنكم تعذروني يعني مقدما على ممكن لفظي يتغير كده، يعني أنت عارف اللهجة بتختلف والقصص دي من أغوار التاريخ، يعني فعذرا يعني لأي لفظ مختلف. مؤتمر أمازرون اتفق فيه الخطابي وأعلن لزعماء القبائل أنه إنشاء مركز مقاومة يجمع قبائل المغرب. مركز المقاومة مهمته إدارة المقاومة. أسبانيا ما كانتش نايمة، حاولت إنها توقف بكل ما تملك ما يحدث، بتتابع تحركات الخطابي، بتتابع الاجتماعات. عملت بعديها الاحتلال الأسباني عمل مؤتمر موازي في جزيرة الحسيمة، عمله الجنرال بيرنجر المندوب السامي الأسباني، حاول يستقطب فيه بعض قيادات القبائل يشتريها، لكن إحقاقا للحق ما حضرش معاه إلا عدد قليل جدا جدا، والاجتماع فشل فشل ذريع بعد ما عموم القبائل المغربية لفظته. طبيعي إنه يقدر يشتري واحد اتنين قبيلة تلاتة، بتحصل لازم، لكن عموم القبائل المغربية، التاريخ بيؤكد إن عموم القبائل المغربية رفضت ده، وفشل المؤتمر اللي عملته اسبانيا. هي حبت ايه؟ انت ما عندك قبائل؟
افكرك بحاجه القبائل دي. طب احنا عن قبائل تقريبا جابوا واحد ملوش اسم زي اللي السيسي جابوا كده. جابوا حد ملوش اسم وقال لك احنا معانا قبائل. قبائل في قال لك قبائل دي ولا مش قبائل. فشل الاجتماع والمغاربه وصموا اي من شارك فيه بالخيانه. حط عليه علامه كده، بص اي حد قرب من هذا المؤتمر وصم بالخيانه. محمد عبد الكريم وقاده الريف عملوا غرامه ماليه على كل من حضر المؤتمر، قدرت ساعتها ب 300 ريال اسباني على الاعيان و50 ريال على المواطن العادي. اي حد حضر وقف في المؤتمر عملوا عليه غرامه 300، لو كبير ذو شان يعني، مواطن بسيط 300 ريال اسباني، مواطن بسيط 50 ريال اسباني. قدروا يعملوا الغرامات دي ليه؟ لان غالبيه القبائل كانت توحدت ضد المقاومه بفضل الله عز وجل، ثم بالحاجات اللي ربنا وهبها للخطابي، وفي الاخر بزعم صدق النيه، ما هو انت على قد نيتك ربنا يديك. اسبانيا ما همدتش، فضلت بكل الطرق تحاول ايقاف ما يحدث. من اهم وسائل اسبانيا ايه عشان توقف ما يحدث؟ شاطر اللي بيعملوا اي احتلال، براني او وطني، ما هو فيها نوعين من الاحتلال. تشويه محمد عبد الكريم الخطابي ومن معه، كل حاجة حاولوا يلصقوها بالخطابي، كل رذيلة. لكن في النهاية تلك الخطط فشلت بفضل الله، فضل ان الراجل كانت صفحته بيضاء مع شعبه، اضطر الاحتلال الاسباني يستعمل القوة العسكرية. هجموا مركز اللي انشئ بتاع المقاومة اللي اطلق عليه مركز القامة في 1 يونيو 1921، اول مواجهة مسلحة بقى. هجموا على مركز القبيلة ومدينة اجدير. بيقولوا في ناس كاتبة على البث ان في فرق بين مدينة اجدير معتز ودي مدينة اجدير دي صغيرة، انا مش متأكد معلومة بس زمايلي بيستوثقوا منها يعني. دي مدينة اجدير دي في الريف، غير اجدير او اجدير المدينة الكبيرة. الاسبان في تاريخ 1 يونيو 21 هجموا مركز القبيل، مركز القامة ومدينة جدير. تخيل بقوات قدرها كام عشان تعرف ان محمد عبد الكريم كان خطى خطوات واسعة جدا. 23,000 جندي، شيء ضخم جدا جدا. بدأت المعركة مبكرا، اللي قال عنها الخطابي أننا لم نقدم على الحرب حتى عانينا من الأسبان أشد ضروب العداوة الدينية وسوء المعاملة. نحن مضطرون، دي كلمات الخطابي، نحن مضطرون أن ندافع عن حريتنا وديانتنا ضد الأسبان الذين يريدون القضاء علينا. بدأت المعركة بعد هجوم الاحتلال الأسباني على المركز اللي أنشأته القبائل. عبد الكريم الخطابي والمقاومة رد فوري، هجوم قوي بعديها بعدة ساعات من 300 مقاتل، كانوا هم إجمالي قوات وقتها. 300 مقاتل. أسبانيا هجمت ب 23,000 جندي. المقاومين والمجاهدين بقيادة الخطابي هجموا على مركز القوات الأسبانية اللي تمركزت في منطقة أبران ب 300 بني آدم. عملوا إيه 300 بني آدم؟ قدروا يحرروا هذا المركز وياخدوا ويستولوا على السلاح اللي فيه. 300 بني آدم نصرهم ربنا نصر. هذا الهجوم كان مهم جدا جدا، لانه نقطة فاصلة له ما بعد. لما الناس شافت العدد بتاع الاسبان 23,000 اللي هجموا على مركز القامة بتاعت المقاومة، وبعديها بساعات قامت المقاومة ردة ب 300 بني ادم على مركز القوات الاسبانية، وقدروا انه يحرروه وياخدوا السلاح اللي فيه، حتى دي كان ليها مفعول السحر في تشجيع باقي المواطنين انها تقبل على المقاومة. وبعد ما كانوا الناس شافت، بعد ما كانوا شايف 300 بني آدم بيدافعوا عن مغرب
300 بس. العدد زاد في أيام قليلة، بقوا 3000، 10 أضعاف. لما ربنا ثبت أقدام الرجالة في الهجوم على مركز العسكري الأسباني، 300 راجل بقوا 3000 في أيام قليلة، عدد كبير جدا، 10 أضعاف. بدأ الخطابي يقود تلك القوات لسلسلة بنجعله في ميزان حسناتهم من حرب العصابات جننت أسبانيا. بص جننوهم. خطط وضعها محمد عبد الكريم ورفاقه يعملوا ايه؟ قالك نقطع رجلين وايدين الأسبان. نقطعها ازاي؟ الإمدادات، نقطع وسائل النقل والمواصلات والطرق. على بدأ بمعسكر مهم جدا في مركز إغريبة، معسكر عسكري أسباني في مركز إغريبة. قال لك المعسكر ده، المركز ده لازم نقطع عنه مية ونور زي ما بنقول كده بالبلدي، إمدادات، طرق، أي حاجة نقطع من الطرق قبل ما نهاجم المعسكر، نقطع من الطرق. وقال الخطابي ساعتها لرجال المقاومة أن موت العدو منحصر في هذه المعركة، لو قدرنا نقطع عنه الطرق والإمدادات هنخلص عليه. هذا الحصار اللي ربنا ألهم به الخطاب واللي معاه أدى أن جنود من أسبان حاولوا الانتحار من المعسكر لأنهم محاصرين بشكل 24 ساعة لأيام وأسابيع، لا عارفين يأكلوا ولا يشربوا. حتى سقط بفضل الله مركز إغريبة في إيد رجالنا وولادنا عليهم رحمة الله، ألف تحية وسلام، يوم 20 يونيو 1921، المركز الثاني. فيش احنا، بص احنا في نفس السنة، قلنا بدأ 20، أبوه توفى عبد الكريم الله يرحمه، محمد حمل اللواء، قعد لحد فبراير 21 يلف على القبائل ويجمع القبائل. كل ده مركزين عسكريين مهمين جدا للأسبان وقعوا. المركز الأولاني وقع ب 3000 مقاوم، 300 مقاوم، أنا آسف، ارتفع العدد ل 3000 مقاوم. قطعوا مراكز الإمدادات عن المركز العسكري الثاني الأسباني، سقط في يونيو 21. موضوع تطور بشكل سريع جدا، المقاومة بدأت تكتسب ثقة كبيرة، بدأت تعمل ضربات متسارعة هنا وهنا وهنا وبلا توقف. بدأت المعارك تكون أعنف وأقوى، لكن ربنا رزق المقاومين المغاربة انتصارات سريعة استفزت الأسبان جدا، وأصبحوا على شبه يقين أن الخطابي سيذهب لأكبر معسكراتهم، معسكر أنوال، درة التاج، إنه طريقه كده رايح لمعسكر أنوال. حشد الأسبان، الاحتلال الأسباني، أكبر عدد من القوات في معسكر الأنوال، معسكر الرئيسي للاحتلال الأسباني، حشد فيه كام؟ 30,000 جندي، 30,000 جندي أسباني. الأسبان ما خلوش في جهدهم جهد، 30,000 جندي، أسلحة ثقيلة، الطيارات، أسبانيا رمت بكل ثقلها. تطور المقاومة، أسبانيا ما كانتش تايهة، لكن التطور السريع وانتصارات وارتفاع الحجم كان سرعته كبيرة جدا يا جماعة، جدا. فأسبانيا رهنت بكل قوتها ورمت كل أوراقها في معسكرها الرئيس عشان توقف هذا التقدم وتقضي على الخطابي ومن معه. 30,000 جندي أسباني مدججين بأقوى السلاح وقتها 1921 قدام 3000 مقاتل أقوى ما يملكوه هو الإيمان بربهم وعقيدتهم اللي هو أقوى من كل سلاح.
بالأرقام ما فيش أي مقارنة. بلغة الحساب النصر محسوم أسبانيا. دول هيفرتكوا التلات آلاف مقاوم، 30,000 بسلاح رهيب. أنا مش محتاج أقولك المقاومين بيعملوا المقاومة بإيه، يعني ما فيش أي مقارنة عشان نحط قايمة هنا وقايمة هنا، ما فيش أي مقارنة. النتيجة كانت انتصار مدوي للخطابي والمقاومين اللي معاه، خلصوا قضوا على أغلب القوات، آلاف من القوات، 30,000 ماتوا، وهرب اللي تبقى منهم لمدينة مليلة واستولوا على أكبر معسكر للاحتلال الأسباني وقتها. كان نصر كبير جدا من ربنا. وعلى إثر هذه الهزيمة الساحقة والصدمة انتحر الجنرال الأسباني سيلفستري حاكم إقليم ريف المغرب، ما كانش قدامه غير الانتحار. انتحر عشان هذا الانتحار يقول لك قد إيه تلك الهزيمة كانت مذلة من الخطابي ورجال المقاومة اللي جم من كل القبائل المغربية، 3,000 واحد. انتحر الجنرال حاكم إقليم ريف المغرب سيلفستري في تلك المعركة اللي راهن عليها محمد عبد الكريم هو والمجاهدين، معتمدين على الله عز وجل، ثم بقوة الإيمان والعزم قدروا من خلالها يقضوا على آلاف القوات الأسبانية اللي حشدت في هذا المعسكر. بدأت قوات عبد الكريم في السيطرة على جميع المراكز الموجودة في إقليم الريف. كم مركز أسباني؟ 196 196 مركز. بدأوا ب 300 راجل، 196 مركز للاحتلال. وبدأ محمد عبد الكريم والمقاومة يتجهوا لمدينة مليلة بقى لتحريرها اللي تحصن بها ايه الأسبان سقطت، قائد والحكم العسكري انتحر، الفلول بتاعة 30,000 كانوا موجودين راحوا لمدينة مليلة. انطلق المقاومين لمدينة مليلة بالفعل وحصروها وانتصروا. هزيمة الأنوال، معسكر الأنوال اللي هي القطمة رقبة الاحتلال الأسباني الرئيسة، تحدثت عنها جريدة الطان الفرنسية في عدد 29 أغسطس 21، كتبت نصا جريدة فرنسية: أن الأخبار التي لدينا من مدريد عن ثورة الريف تدل على أن معظم النقاط والمراكز في جبهات مليلة وقعت بيد محمد عبد الكريم، حتى أن مليلة المحصنة في خطر، بل إنهم يتكلموا على المقاومين أصبحوا يطلقون القنابل عليها من المدفعية التي أخذوها من الأسبان. لما وقعت المراكز دي في ايديهم قلتلك استولوا على السلاح، فبقوا يضربوا مليلة بالمدافع اللي هم استولوا عليها من الأسبان، قدروا يشغلوا المدافع ويضربوا الأسبان بسلاحهم. بقولك مشهد المقاومة المغربي كان مشهدا مذهلا، عدد قليل جدا، تعاملوا بذكاء وبشكل سريع جدا، واستطاعوا أن يلحقوا هزائم رهيبة بأسبانيا في إقليم الريف. هذه الهزائم حسب تقارير الأسبان أنفسهم، تقاريرهم اللي تحدثوا فيها عن تلك الهزيمة النكراء، الأسبان تحدثوا في التقارير عن تلك الهزيمة النكراء، معركة الأنوال، نتائج معركة الأنوال، ده الوثائق الأسبانية للمعركة الرئيسة في معركة الأنوال. خسائر أسبانيا 19,000 قتيل. أسبانيا اعترفت ب 19,000 قتيل، من كام؟ من 30,000. 19,000 قتيل
اللي قتلهم مين؟ 3000 راجل، 3000 راجل، 4300 جريح، 570 أسير. يعني القتلى بالجرحى بالأسرة حوالي 24000 من 30000. فضل 6000 هم اللي جريوا على ايه؟ على مليلة تقريبا، اللي تبقوا من الجنود الأسبان. خسائر ثوار المغرب الله يرحمهم ونحتسبهم من الشهداء، وبدعي لكم كل الملايين اللي بتتابعنا تدعي لهم، وربنا يجعل اللي قدموه لأمتهم والبلدهم في ميزان حسناتهم. هذا الدرس الكبير. كان عندنا 500 شهيد من 3000، عندنا 600 جريح، يعني تلت القوات بفضل الله لا أسرى. شوف شوف الحاجة اللي تدعو للفخر، لا أسرى. 1100 يعني ده حوالي 33% من الثوار أصيبوا أو قتلوا في تلك المعركة الشرسة مع أكبر مركز عسكري للاحتلال الأسباني. غنائم الثوار في معركة الأنوال 100 مدفع ثقيل اللي بدأوا يضربوا بيها بعد كده مليلة، 30 مدفع صغير، 30000 بندقية. يا فرج الله يا فرج الله، ملايين الطلقات بقى وقنابل وملابس وأدوية ومؤن بتاع وقعت في أيديه، 30000 بندقية. يعني بص، يعني دي اللي اتقال عليهم قلعوا المحتلين مالط. تلك الهزيمة النكراء وهذا الانتصار السحق قال عليه المندوب السامي الأسباني بيرنجر أنها أكبر كارثة عسكرية عرفتها أسبانيا في تاريخها. ده كلماته، أكبر كارثة عسكرية عرفتها أسبانيا في تاريخها. خسائر المقاومة والثوار أقل بكتير. الانتصار وصفه محمد عبد الكريم الخطابي وقال لقد أعطينا الأسبان، أعطتنا، لقد أعطتنا أو أعطانا الأسبان في ليلة واحدة كل ما نحتاج للقيام به بحرب، لحرب كبيرة. يعني المؤن اللي وقعت في ايدينا بغض النظر عن انتصار، خدنا سلاح في ليلة واحدة، هو كل ما نحتاجه تقريبا عشان نعمل معركة كبيرة. هزيمة الساحقة أدت لاستقالة الحكومة في أسبانيا، في أسبانيا ارتفعت أصوات الشعب المغربي أوقفوا الحرب، ولادنا 19000 قتيل، أنت بتتكلم 19000 عيلة أسبانية. بدأ الأهالي يطالبوا يعملوا مظاهرات في أسبانيا أوقفوا الحرب، يطالبوا بعودة القوات. تعال نشوف إيه اللي قاله أحد الثوار اللي شاركوا في تلك المعركة، شهدته عن تلك الموقعة، أحمد محجوب مواليد 1905، كان عنده 16 سنة يوم المعركة، معركة أنوال. تعال نسمع شهادته عن تلك المعركة. إسبانيول كان مقوم بالعسكر المجاهد، يبقى في البرد نهار يومين ما يشربش ما يكونش، راه استنسم عاديك الشيء. المجاهدين كاينهم كل واحد بسلاح ديالو، اللي عنده 10 نقرات كيقتل بها 10، اللي عنده 20 كيقتل 20. قلت له ماشي بحال في اسبانيول، شحال ماتوا الاسبانيولين الحرائف فانوال، كانت مو خنيرن يقولوا خنيرن سيربستري، نقز من جيبه من جيبه وبدأ كيجري على رجله وقتلوه. الله يجزيهم كلهم خير الجزاء ويتقبلهم في الشهداء ويجمعنا بيهم في الفردوس الأعلى. شهادة أسبانية من مؤرخ وباحث أسباني بيدعى بستاني مؤكا، رئيس المكتبة الأرشيفية في مليلة. إن
cuando se produce la derrota de Anual, no se esperaba. Es una caída en tromba del ejército, es una gran debacle, una gran derrota, y tiene una repercusión enorme en España, hasta el punto de que cambia todo el sistema de gobierno, se impone la dictadura. سقط نظام الحكم زي ما قلت لك. الحكومة سقطت في تلك المعركة التاريخية المذهلة التي كان لها ما بعدها. كان لها ما بعدها بعدها طبعا. دي شهادة من مؤرخة أسبانية أخرى اسمها ماريا الروزا عن آثار تلك الهزيمة النكراء، تلك الفضيحة حقيقة الكبيرة جدا في معركة أنوال. La repercusión de la de Anual, del desastre Anual en España, fueron enormes, claro. Fueron enormes porque efectivamente, bueno, fue una derrota terrible, fue una humillación terrible para el ejército. Se formó una comisión de investigación para saber lo que había pasado. Entonces se descubrieron cosas terribles sobre la corrupción del ejército. Esto, Anual, tuvo unas consecuencias enormes. Ahora, claro, es verdad que indirectamente tuvo mayores consecuencias aún. Porque indirectamente, esta dictadura de Primo de Rivera traería a la República. قلت لك اثار الهزيمه ان كان من نتائجها اقامه الجمهوريه في اسبانيا. بعد تلك الهزيمه الساحقه تقدمت قوات الثوار التي يقودها الخطابي لحصار مدينه المليله زي ما قلت لك، التي كانت على وشك السقوط. لكن محمد عبد الكريم الخطابي اوقف المجاهدين عن دخولها خوفا على الأطفال والنساء والشيوخ الموجودين في المدينة. عارف الأسبان هيضحوا بكل الناس، وردود الفعل القومية في المغرب والدولية هتكون عنيفة جدا، لأنك دي انت داخل لهم، انت عارف بقى الأسد ظهره للحيط، فانت داخل للبقية في آخر المعاقل. لكن بعد هذا المشهد تراجعت القوات الأسبانية في الجبهة الأخرى، إقليم الجبالة اللي كان موجود فيه أحمد الريسوني، وأسس محمد عبد الكريم ما يعرف بجمهورية الريف، واللي استقلت عن الحكم الأسباني. استقلت إمتى؟ في 21 سبتمبر 1921. سنة عمل جمهورية الريف في سبتمبر 1921 بعد موت أبوه بسنة وكم شهر. قدر يعمل كل ده بفضل الله عز وجل، الإخلاص والإيمان والثقة في الله. بدأ بالتنسيق محمد عبد الكريم الخطابي مع الأماكن الأخرى الخاضعة للاحتلال الأسباني والفرنسي. أسبانيا بعد سقوط الحكومة وتأسيس حكومة جديدة حاولت الحكومة الجديدة إعادة الهيبة، وحاولوا استعادة جمهورية الريف والدفاع عن مليلة. أرسلوا كام جندي بقى الحكومة الجديدة لمليلة سنة 22؟ 60,000 جندي أسباني. شيء 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 يعني فظيع. دارت معركة أخرى هي معركة تفرسيت. استطاع الثوار والمجاهدين والمقاومين بقيادة محمد عبد الكريم الخطابي اسقاط اكتر من 5,000 قتيل من الجيش الاسباني، بل ودمروا عدد من السفن الحربية بعد اصرار الجنرال بيرنجر على استكمال المعركة. 5,000 قتيل ودمروا بارجات حربية. على اثر تلك الخسائر المدمرة طلبت الحكومة الاسبانية الهدنة، لأن الضغط الشعب الأسباني ازداد بشكل مخيف. انت عندك الحكومة الأولى اتشالت بعد هزيمة معركة أنوال، والناس قالت ترجعوا جنودنا، خلاص انهوا هذا الاحتلال. جت الحكومة الجديدة تحت يعني أخذتهم العزة بالإثم، كملوا بعتوا 60,000 جندي، كان كل اللي موجودين 30,000 قبل كده، ما فضلش منهم غير 6,000. فلما حصلت تلك 5,000 قتيل سقطوا من الجيش الأسباني وتدمير البارجات الحربية، حصل ضغط من الشعب الأسباني، كان غاضب من سقوط الآلاف من أبنائه في تلك المعارك. لم يتبقى لأسبانيا في الريف إلا مدينة مليلة،
اللي كان بفضل الله كل الكتب التاريخية والمراجع الأسبانية قبل المغربية بتؤكد أن كان باستطاعة محمد عبد الكريم تحليلها تحريرها، لكنه خاف على النساء والأطفال وندم. دي مليلة. ندم محمد عبد الكريم الخطابي قبل كده في كتاباته انه لم يفعل ذلك، لم يحررها، وقال ان اللي منعني خوفي من على السكان الموجودين وخوفي ايضا كان عنده شيء تاني بيؤرقه، هو اللي كتب كده في مذكراته بنفسه، انه ردود الفعل العالمية اللي كان متخوف انها تتوحد لدعم اسبانيا. يعني كان دي حساباته، حفاظ على الارواح، خوف انه قوة استعمارية اخرى تتوحد وراء اسبانيا لو سقطوا في مليلة كمان. لكن الهدنة بكل السبل كانت بطعم الهزيمة الأسبانية بعد ما دفعت وخسرت أكتر من 3 مليون بيزيتا، وهو مبلغ رهيب في ذلك الوقت. أفرجت عن جميع المعتقلين المغاربة، ووقعت أسبانيا اتفاقية مشابهة مع الريسوني في الجبهة الأخرى من المقاومة. لكن بعد تلك الهزيمة الهدنة سقطت، حصل انقلاب في أسبانيا، انقلاب على الحكومة، تاني حكومة سقطت بسبب الله عز وجل ثم المجاهدين بقيادة محمد عبد الكريم. جت حكومة جديدة برئاسة الجنرال ريفيرا، واللي جنرال ريفيرا لم يتعظ من اللي فات، بدأ يصدر خطاب إعادة هيبة أسبانيا، وبدأت أسبانيا في هجوم جديد على قوات الخطابي بقيادة ريفيرا نفسه، ونجح المجاهدين بفضل الله في صد الهجوم، وسقط مرة ثالثة أكثر من 4000 قتيل من قوات الاحتلال الأسباني. خطابي كان عامل استعداد كبيرة وحفر خنادق واستخدم، وبدأ يبقى عنده خبرة واستخدم أساليب أكثر ذكاء في الحرب، ونالت أسبانيا هزيمة ساحقة في معركة سميت بالعين الحمراء، كانت بالتنسيق بين محمد عبد الكريم والريسوني في خطين المواجهة الكبار للمغرب، الريسوني ومحمد عبد الكريم. وعلى إثر تلك الهزيمة في العين الحمراء أعلن الجنرال ريفيرا الانسحاب من الأراضي المغربية والبقاء فقط في الموانئ البحرية، وبدأت المفاوضات مع محمد عبد الكريم وهو منتصر، وطالب محمد عبد الكريم بتعويض قدره 20 مليون بيزيتا، وطلب 15 طيارة عسكرية و20 مدفع أرضي من الأسبان لكي يعزز من قدراته العسكرية. رفضت أسبانيا تلك الطلبات، لكنها انسحبت إجبارياً تحت ضغط الخسائر وسقوط عشرات الآلاف. عملية الانسحاب الأسبانية قدرت خسائرها على المستوى البشري ب21,000 قتيل وأسير ومفقود، 21,000 قتيل وأسير ومفقود. ومع تلك الانتصارات ومع هذا الانسحاب الأسباني، قال لك هنفضل في المواني بس، بدأ محمد عبد الكريم في حكم جمهورية الريف اللي استقلت بشكل كامل عن أسبانيا المحتلة. فرنسا ما عجبهاش الحكاية، انت ناس ان احنا قايلين لك من الأساس ان اتقسمت بين فرنسا وأسبانيا، اترعبت ان ده هيشجع المناطق المحتلة الأخرى في المغرب اللي هي بتسيطر عليها فرنسا، وخافت من امتداد الموضوع للأراضي اللي هي بتحتلها، وقررت إعلان الحرب على محمد عبد الكريم في إبريل 1925. حشدت قوتها، قامت بهجوم على الريف المغربي اللي كان بيحكمه محمد عبد الكريم، وبفضل الله نجح الريف والثوار في صد الهجوم وإسقاط 40 حصن فرنسي، في مقدمتهم حصن بيبيان. فرنسا بعتت جنود، بواخر محملة بالجنود من فرنسا، أرسلت فرنسا
صدموا، هم كانوا متخيلين ان هم يعني بص بقى الاعداد رهيبه جدا. ارسلت فرنسا 72 الف جندي من القوات الموجوده في الجزائر، 72 الف، لكن لم تحقق فرنسا انتصارات كما توقعت. حشدوا، ما قدروش، حشدوا لكنهم فشلوا. نتيجة هذا الفشل، نتيجة هذه المقاومة المذهلة من الخطابي وجماعات المقاومة المغربية، حصلت اجتماعات بين فرنسا وأسبانيا، وتم الاتفاق فرنسا مع أسبانيا سنة 25 على القضاء على ثورة محمد عبد الكريم، وشن هجوم من جميع الجماهات على ريف المغرب، وبدأ زحف فرنسي أسباني غير مسبوق في سبتمبر عام 25 بقوات تجاوزت 280 ألف جندي بعدد كبير من الطيارات، كان منهم للتاريخ 12 طيار أمريكي. واعترف المارشال ليوتي أنهم عملوا 950 غارة عسكرية على ريف المغرب، وتلك المعركة كلفت فرنسا ما يقرب من مليار فرنك، وده رقم مش مذهل، غير مسبوق في ذلك الوقت. المقاومة صمدت، الهجوم ازداد شراسة في مايو 26، شراسة يعني عددا وطلعاتا، ازداد عدد الجنود الأسبان والفرنسيين اللي وصلوا قربوا من 500,000، كانوا 475 ألف جندي. مقاومة، أنا بكلمك يعني خلاص أصبحت المقارنة بين الأعداد المقاومة وتلك الجحافل 450 ألف جندي، مفيش أي مقارنة، لكن كانت هناك مقاومة رهيبة من الثوار. تلك المعركة التي وجهت لأسبانيا فيها اتهامات صريحة باستخدام أسلحة كيميائية للقضاء على صمود ثوار الريف المغربي، دي شهادة مهمة لواحد من اللي شاركوا في تلك المعركة، أحد رفقاء الخطابي في المعركة اللي حشدت ليها فرنسا وأسبانيا 475 ألف مقاتل. يضرب بشمكان ويضرب الفرقاطة من البحار الديور، هذا شيء إسبانيول عمل اللي قالوا لنا. واحد تجارة كتير من الدريوش، دربش قنادل، هذيك اللطات الحليب الصغارين، وكيضرب وكيطلقوا شي دخان، ملي كيشوف الأرض كيطلقوا شي نسمة، يمشي العينين يبقوا ما يشوفوش. استخدام الأسلحة الكيميائية في المعركة لإيقاف ثورة الشعب المغربي تحدث عنها المؤرخ العربي علي الإدريسي. ما قامت به إسبانيا وما قامت به فرنسا يعتبر جريمة ضد الإنسانية، خاصة إذا علمنا أن منطقة الشمال اليوم تعد المركز رقم واحد بالنسبة لمرض السرطان في المغرب نتيجة استعمال تلك الغازات السامة. ليكن في معلومكم أنه في مطالب من المغرب إلى الآن للتحقيق في الموضوع، استخدام الأسلحة الكيميائية والتي ما زال لحد دلوقتي المغرب بتدفع ثمنها الشعب المغربي، في اعترافات من مؤرخين أسبان باستخدام تلك الأسلحة الكيميائية. conocido que había utilización de armas químicas. Otra cosa es que conozcamos su impacto, que no lo conocemos. Es decir, España sí, había pilotos españoles que se entrenaron incluso en Estados Unidos en las guerras químicas. ومع هذا الهجوم العنيف جدا اللي استخدمت فيه كل الأسلحة ومنها أسلحة كيميائية، ومع هذا الحصار الاقتصادي الرهيب والتساقط أعداد كبيرة جدا من الناس اللي في الريف ومن الثوار بتلك الأسلحة الكيميائية وتلك الأوضاع الصعبة، اضطر المجاهد محمد عبد الكريم انه يروح يسلم نفسه يوم 27 مايو
1926 إنقاذا لأرواح بني قومه، لأنه رأى أنه استكمال المعركة الغير متكافئة انتحار وتضحية بأبناء الشعب في معركة أبدا لم تكن متوازنة بأي شكل من الأشكال. تلك اللقطات من لحظات تسليم محمد عبد الكريم نفسه وترحيله خارج المغرب. وقف كما يقف الرجال في المقاومة وفي التضحية، ولا نزكي على الله أحدا. القوات الفرنسية والأسبانية قرروا نفي محمد عبد الكريم خطابي وعيلته لجزيرة لاربينيون، جزيرة في إفريقيا بالقرب من مدغشقر، وما زالت فرنسا بتسيطر عليها حتى الآن. ودي لقطات لمحمد عبد الكريم المجاهد الكبير في المنفى في تلك الجزيرة بالقرب من مدغشقر. قعد في المنفى 20 سنة، وبعد 20 سنة فرنسا قررت تنقله من الجزيرة لفرنسا. فرنسا قررت تنقل محمد عبد الكريم وعيلته لفرنسا. السفينة وهي رايحة من مدغشقر توقفت وهي في الطريق للتموين في مدينة بورسعيد سنة 1946. بطريقة ما لم يوثقها التاريخ، نجح محمد عبد الكريم الخطابي أن يوجه رسالة للملك فاروق يطلب فيها اللجوء. وافق الملك فاروق على اللجوء، استطاع أنه ينتزع محمد عبد الكريم وعاش في مصر. محمد عبد الكريم وظل متمسكا وداعما لاستقلال الوطن العربي كله. دي رسالة مسجلة نادرة لعبد الكريم الخطابي، وهو يوجه أحد كلماته الهامة لدعم نضال الشعوب العربية لنيل استقلالها. إن تونس والجزائر ومراكش هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم واختيار نوع الحكم الذي يقررونه، وإن خصومتنا ليست إلا ضد المستعمر الذي يعمل منذ وجوده في بلادنا على انتزاع كل مقوماتنا الاقتصادية والسياسية والروحية، وليس ثمة أي عداوة بيننا وبين الأوروباويين، وقد كانوا في بلادنا من قبل الاحتلال الفرنسي والأسباني وهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن المغربي. ومن الطبيعي أن المغاربة إذا حصلوا على استقلالهم فإن حياة الوئام ستجري مجراها الطبيعي مع جميع الأوروبيين وحتى مع الذين كانوا مستعمرين أنفسهم. والذي يجب أن يعرفه العالم المتمدن أن المغاربة رحوا في سبيل الدفاع عن حرية البلاد الأوروبية واستقلالها في حربين متتاليتين، وخسروا فيها خيرة شبابهم بجانب الأوروبيين. وليس من المعقول في شيء أن يحرم على المغاربة التمتع بنفس الحرية التي يتمتع بها الأوروبيون مقابل إشباع ذوي الأطماع الاستعمارية التي لا تقف عند حد، ومع ذلك فهم الأقلية. ومن الغريب جدا أن تقف الدول الغربية المحبة للحرية والسلم موقف المتفرج من هذه المعركة التي ستؤدي حتما إلى كارثة أخرى ليس لها مثيل إن لم تحل المشكلة المغربية بكيفية سلمية، وقد تتسبب في حرب عالمية ثالثة. والأمر الذي لا ينسونه المغاربة هي الأيدي الكريمة التي ستساعدهم على نيل حريتهم واستقلالهم. ولسنا ننكر
أن من بين الفرنسيين والأسبان قوم العقلاء يرون أن لا سبيل لكسب مودة المغاربة إلا بتمكينهم من حريتهم واستقلالهم. أعشى عبد الكريم الخطابي في مصر حتى توفي سنة 63، ظل داعما لنضال الشعوب العربية، ودي لقطة ومشهد نادر ومهم لزيارة ملك المغرب اللي كان منفي أيضا وقتها، ملك محمد الخامس. ملك محمد الخامس كان منفي بيزور عبد الكريم الخطابي المنفي في القاهرة في ذلك في هذا الفيديو النادر. Puisque l'émir, après 34 années d'exil, va prochainement revenir au Maroc avec toute sa famille. L'émir Abdelkrim devait avoir ensuite un long entretien avec le président Ibrahim. عاش عبد الكريم محمد عبد الكريم الخطابي في مصر حتى توفي سنة 1963، ودفن في مقبرة الشهداء بالقاهرة عليه رحمة الله. دي مقبرة ده شاهد القبر لمحمد عبد الكريم الخطابي، بطل الكلمات البطل العربي، بس في كلمة جنب العربي. توفي في 1900 بطل المغرب العربي، بطل الأمة كلها مش بس المغرب العربي. دفن الشيخ المجاهد الشهيد المجاهد عبد الكريم محمد عبد الكريم الخطابي عليه رحمة الله في تلك المقبرة. دفن المناضل الذي سيظل اسمه محفورا في التاريخ وفي قلوب الأمة، محمد عبد الكريم الخطابي ربنا يرحمه، سلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يلقى الله حيا. الله يرحمه. بطل اهتزت له عروش الطغاة في كل بقاع الأرض، ملهم ثورات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في كفاحهم المسلح، وأخذ عنه الفيتناميون نظام الخنادق الممتدة تحت الأرض حتى ثكنات العدو، كما استطاع المقاومون في غزة تلقين الدروس للصهاينة المحتلين، وذلك عن طريق حرب الأنفاق التي ابتكرها الخطابي. اشتهر بين الريفيين المغاربة بمولاي محند أو الخطابي. فمن هو محمد عبد الكريم الخطابي مؤسس الجمهورية الاتحادية لقبائل الريف؟ ولد في أجدير المغرب في عام 1882، وتوفي في القاهرة في 6 فبراير عام 1963. درس في جامعة القرويين بفاس، حيث تتلمذ على يد مجموعة من علماء الدين والسياسة. كانت بداية الحياة المهنية لمحمد بن عبد الكريم الخطابي في ماليليا التي زاول بها مهنة التدريس بين عامي 1907 و1913. وعلى غرار والده تم تعيينه في عام 1913 قاضيا، ثم رقي في عام 1914 إلى منصب قاضي القضاء وكان عمره 32 عاما. سجن في عام 1915 نتيجة تعاطفه مع ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى لمدة 11 شهرا. وسطع نجم الأمير بعد رفضه لقرار تقسيم المغرب، فقام بمساعدة والده في عام 1920 بتجميع القبائل. أسس جمهورية الريف في 18 سبتمبر عام 1921 جمهورية عصرية بدستور وبرلمان، وأعلنوا استقلالهم عن الحماية الأسبانية للمغرب. حلت الجمهورية في 27 مايو عام 1926 بقوة فرنسية أسبانية تعدادها 500,000 مقاتل، وباستخدام مكثف للأسلحة الكيماوية ما زالت المنطقة لليوم تعيش أثرها. ابتكر فنا جديدا من فنون القتال يعرف بحرب العصابات، والذي صار منهجا قتاليا لكل ثوار العالم،
حيث يقوم على فن المباغة والكر والفضل. قرر الفرنسيون نفيه إلى جزيرة لاريونيون الفرنسية. استقر بعدها بجمهورية مصر العربية كلاجئ سياسي. ومن القاهرة كان صوته صداحا من خلال إذاعة صوت العرب، مساندا الحركة التحررية في الجزائر وتونس وليبيا، وأيضا بباقي الدول العربية والإسلامية، إلى أن توفي في القاهرة بمصر في 6 فبراير 1963.